والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نقف اليوم لنسجل موقفا إنسانيا عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في البحرين، في ظل عهد ظالم لسلطة فاشية لا تتورع عن ضرب النساء وعن اعتقالهن بوحشية حيوانية صارخة. وواضح لكل منصف أن تكرار هذه الأعمال الشنيعة دليل على منهجية السلطة للإمعان في ظلم الشعب وامتهان كرامته والاستخفاف بعرضه. وهذا الشعب الذي أثبت من خلال تضحياته الجسيمة وما قدمه من شهداء وجرحى ومعتقلين إنه بقدر المسؤولية ولن يقف مكتوفي الأيد أمام الجرائم البشعة التي ترتكبها السلطة. نعم، نقف هنا لنؤكد على أننا سلميون في ثورتنا، سلميون في مطالبنا، سلميون في مسيراتنا وتظاهراتنا، ألا أن ذلك لا يمنع أن نقطع كل يد تمتد بالسوء على حرائرنا. على هذا الأساس سنبقى على أهبة الاستعداد للدفاع المقدس عن حرائرنا، وستكون الساحة ساحتنا ونحن رجالها وفرسانها الذين لم يغادرونها إلا وأعلام النصر المؤزر ترفرف على ربوع البحرين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، افك سجناءنا، ورد غرباءنا، واشف جرحانا. صادر عن حركة شباب مقابة الموافق 22/6 حزيران 2012 ميلادية.